السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم حبيباتي مرة أخرى في قناتكم مملكة النساء، سعيدة جدا بلقائكم من جديد، أتمنى أن تكونوا في تمام الصحة والعافية. وصفة اليوم وصفة مغربية رائعة وفعالة لعلاج برد الرحم الذي يكون غالبا سببا في تأخر الحمل والإنجاب، وتخلصك أيضا هذه الوصفة من الحكة الشديدة وسيلان المهبل. سنحتاج فيها إلى عشبة الشيح، الخزامة أو زهرة اللافندر، وبصلة حمراء. نأخذ القشر السميك للبصلة ونقوم بشيها فوق النار. نأخذ ملعقة صغيرة من الشيح وملعقة صغيرة من الخزامة ونسخنها قليلا أيضا فوق النار. نأخذ قشر البصلة ونملأها بالشيح والخزامة، ونضع القشر مرة أخرى ونلف عليها ثوب قطني نظيف ونضعها في المهبل، وهذه البصلة تكون على فتحة المهبل مباشرة، ونلبس لباس ساخن ونذهب إلى النوم مع التدفئة الجيدة. وإن أحسست بالحرارة والعرق فلا تزيلي الغطاء لأن النتيجة ستكون عكسية. هذه الوصفة نقوم بها بعد الدورة الشهرية مباشرة لمدة 3 أيام لمن أرادت الإنجاب. أما من تريد فقط علاج الحكة وسيلان المهبل فليس ضروري بعد الدورة الشهرية، يمكن أن تستعملي هذه الوصفة في أي وقت. هذه الوصفة صالحة فقط للمتزوجات. الحد الأقصى لاستعمال الوصفة هو 3 أيام. احذري أختي البرد أثناء وضعك للوصفة لأن النتائج ستكون عكسية، يجب أن تلبسي جيدا. العلاقة الجنسية ممنوعة أثناء استعمال الوصفة أي لمدة 3 أيام. لا تقتربي للماء البارد ولا تشربيه ولا تستحمي خلال هذه 3 أيام. وأخيرا أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزق كل محروم الذرية الصالحة وأن يشفي كل ما وأخيرا أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزق كل محروم الذرية الصالحة وأن يشفي كل مريض. لا تنسوني حبيباتي من دعائكم، وأتمنى أن تكون وصفة اليوم قد نالت إعجابكم. شكرا على متابعتكم وعلى وفائكم. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.